مثل ما ذكر ضيفك أنه تريد أن تحافظ على هيبتها، ويجب أن لا نغفل نقطة معينة، ألا وهي أنه لماذا الآن الولايات المتحدة الأمريكية نفذت هجومها بالاتفاق مع بريطانيا وبعض الدول أستراليا وهولندا؟ لماذا الآن؟ لماذا لم تقم بهذه العملية قبل أسبوعين أو قبل شهر؟ والأخوة في اليمن، القوات المسلحة اليمنية، بدأوا هجومهم على في البحر الأحمر على البواخر الإسرائيلية منذ مدة. أنا أعتقد التوقيت مهم جدا، لأنها أعتقد حسب رأيي أنه هنالك مؤشرات على أن المحكمة لاهاي تقوم بإصدار أمر قضائي يلزم إسرائيل بإيقاف العدوان وفتح الإمدادات والمساعدات إلى غزة، وبالتالي عندما يتم إيقاف المعركة في غزة، إيقاف القصف العشوائي على المدنيين في غزة وفتح المعابر وإدخال المساعدات والأدوية إلى المدنيين في غزة، هذه القوات المسلحة اليمنية ستقف من هجماتها على البواخر المتجهة إلى إسرائيل، لأنه القوات المسلحة اليمنية شرطها كان أنه إيقاف الحرب في غزة، العدوان على غزة، وفتح فك الحصار عن المعابر لكي تدخل المساعدات والأدوية والماء والغذاء إلى المدنيين. فهناك ترابط بين التوقيت، وهناك ترابط، هناك ترابط في كل شيء صراحة، سواء في البعد السياسي للعمليات في منطقة الشرق الأوسط في غزة وفي البحر الأحمر، وهنالك أيضا ترابط في الجانب الميداني، يعني ليس فقط العسكري وليس فقط السياسي وإنما الميداني، وهنالك تحت الطاولة بعض الترتيبات أو بعض مثل ما سموها الأخوة اليمنيين لعبة سياسية بخصوص إصدار قرار مجلس الأمن، وبخصوص يعني أنت شفتي روسيا توافق لا تستخدم الفيتو، ولكنه تنتقد وتدين الاعتداء الأمريكي على اليمن. فهناك بعض الترتيبات، وأنا أعتقد الأمور ستحل أظن أسبوع، ستكتفي الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الهجوم، ليس لها حل آخر الولايات المتحدة الأمريكية. أبدا ليس لها آخر، وهذه أيضا دليل على فشلهم في غزة.